نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من فندق الاقامه، نطمن منه على اخر الاجواء قبل الذهاب لملعب المباراه. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. ما زال مستمر طبعا مسلسل الضغط الكبير لمباريات بطوله الدوري العام. النهارده طبعا النادي الاهلي في تحدي جديد امام فريق عنيد الحقيقه في التدريبات وفي ايضا كمان مبارياته وتكتلاته الدفاعيه. الاهلي وايسترن كامباني اليوم على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر في مباراه غايه في الصعوبه في الدور 31 من بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه مع الاداء الحقيقه في مباراه بطوله الكاس ومباراه بطوله الدوري العام وشباب النادي الاهلي اللي لسه كمان بننتظر منهم المزيد من المجهودات الكبيره ومن تحقيق ايضا كمان الانتصارات. منتظرين منهم ان شاء الله باذن الله حتى نهايه بطوله الدوري العام ان هم يعرضوا نفسهم بشكل كبير جدا. كل لعيب على المستوى الشخصي بيحاول ان هو يسوق نفسه بشكل كبير، يظهر نفسه للجمهور. ايضا كمان شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي بتبان في هذه المباراه. فبنتمنى ان شاء الله باذن الله المجموعه اللي متواجده مع مستر ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي يقدر ان شاء الله باذن الله ان هو يعتمد بقى على عدد من اللاعبين خلال المرحله القادمه، وان شاء الله باذن الله يختتم الموسم النادي الاهلي ببقيه المباريات بانتصارات باذن الله. ايضا كمان على الجانب الاخر علي لطفي، الحقيقه حابين نبدا بيه معاك يا كابتن ايمن، وادائه المميز جدا والفرصه ما بتكون متواجده والفرصه ما بتكون ايضا كمان معاها توفيق. بنشوف واحد زي علي لطفي الحقيقه اللي كان جاي من بعيد بشكل كبير جدا من المباريات للمباراه السابعه على التوالي كلين شيت. ان شاء الله النهارده كمان يستمر في ادائه المميز وايضا كمان حفاظه على الشباك نظيفه ليستمر ليصل الى المباراه الثامنه على التوالي لكلين شيت لعلي لطفي وللنادي الاهلي بشكل كامل. كالعاده طبعا كابتن ايمن بنطمن كل جمهورنا على الاحداث الاخيره طبعا الروح المعنويه للتركيز كل الترتيبات الخاصه بها الجهاز الفني لهذه المباراه. النهارده طبعا نقدر نقول كالعادة في فندق الاقامه الامور طيبه جدا المعتاده لفريق النادي الاهلي، هدوء فندق الاقامه بيساعد بشكل كبير على لاعبي النادي الاهلي على التركيز الكبير. ايضا كمان المحاضره الفنيه الاخيره لفندق الاقامه لا ياكد عليها مستر ريكاردو سواريش على اكثر من عنصر، الثغرات الهجوم نقاط القوه الضعف التشكيل الجمل الحقيقه اللي بيحاول ان هو يشتغل عليها في ضيق الوقت. الراجل بيحاول ان هو يشتغل على بعض الجمل التكتيكيه ان هو يحفظ لعيبه النادي الاهلي، لكن صعوبه الحقيقه بالغه جدا. ريكفري يوم وحيد تدريب ثم مباراه، فيمكن الامر صعب شويه، لكن منتظرين ان شاء الله باذن الله نشوف بصمه كبيره، نشوف لعيبه النادي الاهلي، نشوف اي امور ان شاء الله تساعدنا خلال المرحله القادمه في بطوله الدوري العام. النهارده يمكن الحقيقه بيغيب ديانج خلاص بقى، يعني ديانج مجهوده الكبير جدا على مدار الموسم واداؤه واصراره ومنتخب بلاده كل الامور دي الحقيقه ديانج يمكن خلاص اعلن الجهاز الفني على راحه ديانج حتى نهايه الموسم طبعا مع كل اللاعبين اللي بدأوا الراحة منذ فترة طويلة. ديانج واحد من اللاعبين المميزين جدا، إن شاء الله بإذن الله يستعيد قوة من جديد ليكون بداية موسم جديد لكل لاعبي النادي الأهلي وتحديدا ديانج وكل اللعيبة السابقة اللي أخذت أجازة وبتحاول إن هي طبعا تخرج من جو التشبع ومن جو المباراة، فإن شاء الله بإذن الله عودتهم تكون عودة طيبة جدا وجيدة للنادي الأهلي. النهارده أيضا كمان بينضم للقائمة أحمد عبد القادر بعد غياب فترة طويلة جدا، إن شاء الله نشوفه النهارده في المباراة حتى ولو أجزاء بسيطة، واحد من اللاعبين المميزين جدا. ويمكن كمان أحمد عبد القادر مرشح طبعا جائزة أفضل أداء في دوري أبطال أفريقيا، فبنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله. النهارده بنتمنى التوفيق للاعبينا، جمهور النادي الأهلي متواجد بإذن الله في مدرج استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مؤازرته ومساندته وتشجيعه وهتافه لعيبة النادي الأهلي. إن شاء الله إن شاء الله النهارده نقدر نحقق ثلاث نقاط كالعادة، انتصار يساعد النادي الأهلي بشكل كبير جدا في الحفاظ على سلسلة الانتصارات وإسعاد أيضا كمان جمهور النادي الأهلي. مستمرين معاك كابتن أيمن كالعادة لحظة بلحظة بننقل كل الأخبار والكواليس الخاصة بمباراة اليوم إيسترن كامباني والنادي الأهلي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد.